معانا الأستاذ صالح إبراهيم، رئيس لجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل. أستاذ صالح، ما هي انطباعاتك بعد نجاح هذا العرس الكبير، بعد عمل وجهود فترة طويلة جريتم ليلا ونهارا لإنجاح هذا العرس الكبير، ما هي انطباعاتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتحية لبوابة النهضة. طبعا قبل ما أتكلم عن انطباعي، فكان هنالك يعني ورشة عمل كبيرة، فأسرد لك كيف بدأ هذا العمل. بداية من استدعانا من القنصلية العامة التشادية بجدة، معالي نائب القنصل العام الهادي مختار أحمد والعقيد هاشم جمعة، طبعا بعد تعليمات سفير جمهورية تشاد بالمملكة العربية السعودية السيد زكريا فضل كتير، بأنه هنالك ورشة عمل ووفد قادم من البلاد لإجراء حوار وطني شامل لأبناء الجالية التشادية المقيمة بدول الخليج والمملكة العربية السعودية. فانطلقنا من هذه النقطة، وبدعم مباشر وكامل من القنصلية العامة على رأسهم نائب القنصل العام الهادي مختار أحمد والعقيد هاشم جمعة، وفر لنا مقرات في القنصلية وأصدر قرار بتعييني رئيسا للجنة التحضيرية للحوار الشامل للمقيم بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج. طبعا ومعي الأستاذ عبد المجيد عبد الله آدم كنائب لي، ومعنا الأستاذة حواء سليمان، وأيضا معنا المنسق العام من القنصلية العامة محمد نور شوقي. فهذا الفريق استعان ببعض من الشباب، وبدأنا العمل على عقد الاجتماعات لوضع التصور لما سيكون عليه الحوار الوطني الشامل، وبحمد الله سبحانه وتعالى تمكنا من وضع الرؤية لكيفية إجراء هذا الحوار، وكان لابد من توزيع نسخ من هذا الاستبيان إلى جميع مكونات الجالية التشادية من الأحزاب السياسية ومن شيوخ القبائل ومن الرياضيين ومن الشباب المستقلين ومن جمعيات المدنية والنساء. فكان وزع عليهم هذا الاستبيان لكل من ليبدوا أراهم وأفكارهم لوضعها في هذا الاستبيان، والحمد لله فريق العمل قام بهذا الشيء، وهذا طبعا بعد ما استمر الوضع إلى أسبوعين تقريبا. فكان اللقاء هناك، وإنه الأمور قد تغيرت ولا بد من عمل تقرير بدل من هذا الاستبيان، والحمد لله بدينا بالمرحلة الثانية من التركيز على هذا الاستبيان، والحمد لله تمكنا من إصدار الاستبيان الكامل وسلمناها لسعادة السفير زكريا فضل كتب نسخة، وإلى نائب القنصل العام الهادي مختار أحمد نسخة، وإلى سعادة العقيد هاشم جمعة نسخة، والحمد لله هذا كان بداية عملنا. الحمد لله المجال العام أنه الحفل نجح بشكل كامل الحمد لله، وهذا بفضل من دعم من القنصلية العامة، كانوا واقفين معنا طبعا ليل ونهار، وعقدنا كل الاجتماعات بأريحية تامة الحمد لله، ونشكرهم على ذلك، وخص بالذكر نائب القنصل العام الهادي أحمد مختار، وخص بالذكر العقيد هاشم جمعة، فأشكرهم جزيل الشكر وشكرا جزيلا.